إلى منافسات النسخة 16 لكأس العرش في رياضة الجولف، حيث تم التعرف على أضلاع المربع الذهبي للمسابقة بعد إجراء الدور ربع النهائي الذي أقيم بنظام فورسام ماتش بلاي. نادي بالما دار البيضاء الذي تسيد الترتيب في اليومين السابقين لم يجد أي صعوبة في تجاوز نادي السعيدية والمرور لنصف النهائي، حيث يواجه الجولف الملكي بمراكش الذي تغلب بصعوبة على الجولف الملكي الأرياف بطنجة. أما حامل اللقب نادي الجولف الملكي دار السلام بالرباط فتفوق في مواجهته على كازا جرين ليبلغ دور النصف، حيث يلاقي في مواجهة كلاسيكو نادي أنفال المحمدية المتأهل على حساب الجولف الملكي بأقادير. دومي فينال اللي كتوجه غدا ان شاء الله دار السلام ضد المحمدية وبالم ضد مراكش. من بعد هذا النهار هذا ديال الكارت فينال اللي في الحقيقه كنا كنتسناو شي اون بيرفورمانس ديال هاد لي كاتر ايكيب، ما كان حتى شي سوربريز، دونك ريزولتا لوجيك. وكان غنشوفو غدا شنو كاين، ولكن بغيت نهني بعد اللعابه ديال السعيديه اللي داروا واحد المقابله في مستوى دري صغار كيخدموا العام كامل وباقي كيتعلموا، ولكن غنمشيو بعيد وعندهم واحد جوج ولا ثلاثة د اللعابة اللي غادي يمشيو بعيد. اليوم كانوا عندنا ماتشات ديال ربع النهاية اللي كانوا عندنا فيهم 8 الفروق ويتأهلوا للنصف النهائي 4 الفروق، وكان اللي كانوا عندهم في الستروك بلاي هما الأولين قدروا يفوزوا على مدينة السعيدية لاك، الجولف السعيدية لاك، دونك تأهلوا للنصف النهائي. وغدا ان شاء الله يقدروا يكونوا منافسه جد قويه. التوقعات اللي كنا محتملين اللي كانت في الورقه هي اللي خرجت من في النتائج تاع الفرق اللي طلعت، وفي الكارت فينال كانوا بعد الاقصائيات تاع الكارت فينال كانوا تقريبا الفرق اللي كنا عارفينها تقريبا غادي تطلع، وهاد الفرق التميز ديالها بان عندها تقريبا اللاعبين كلهم اللي في المنتخب الوطني الان للهواه في هاد الفرق، يعني مراكش، طنجه، دار السلام، محمديه، بالم جول عندهم رعاه هما كاع من المنتخب الوطني، زياده على هاد الفرق كلها اللاعبين ديالهم في الترتيب العالمي دبليو في ار جي ار.